لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة على الموعد الحلقة الرابعة ها مراد طمنا لقيت حاجة اصبروا اصبروا عدنا فتش يا رب صبرني خلاص أنا مش قادر انتظر أكتر اصبروا قليل خلوا مراد يركز وهو يفتش ها كأني لقيت حاجة مهمة إيشي اتكلم رسالة من أحمد أمس لصاحبه ياسين اتفقوا يلتقوا يوم الأربعاء اللي هو بيكون بكرة بالحديقة العامة اللي قريب من بيتنا الساعة 10 الصباح ولما سألوا ياسين والمدرسة قال له أحمد إنه معه خطة خاصة في بود الأيام وما بيروحش المدرسة يوم الأربعاء واتفقوا يلتقوا حتى شوفوا المحادثة يعني إيش؟ أحمد هرب بيرته؟ طيب ليش؟ ما في شي واضح يا أبا يمكن حد ضحك عليه وأقنعه يروح معه أو اتفق مع أحد أكبر منه إحنا الآن ما نقدر نحكم على أي شيء طيب والآن إيش بنسوي؟ ننتظر لبكرة الساعة 10 ونروح لهذه الحديقة إذا لقيناه كان بها وإذا ما لقيناهوش نكمل ندور مثل ما إحنا أنا مش مقتنع أنه نجلس نضيع الوقت وراء معلومات يمكن صح ويمكن غلط قربوا نتصل بصاحبه أو بأهله يما ما فيش معانا أي رقم لهم ما فيش إلا حساب الفيسبوك ده اللي نقدر نتواصل معهم عن طريقه وبعدين يما يا حبيبتي اصلا ما فيش قدامنا اي حل تاني وانت عارفة انه الشرطة ما بتبدا تدور معانا الا بعد مرور 48 ساعة وانت عارفة انه ما فيش معانا اقارب كتير في المدينة علشان نسألهم فين نروح ندور عليه المهم يما انت داري انه احمد ذكي واكيد نسى وهو يلعب الان ولا تنسيش انه عاده قاهل يمكن لا قدر الله حصل معه حاجة وهو في المستشفى فاقد وعيه بس المحادثة اللي قريناها فيها معنى خلينا ننتظر بس للساعة 10 وإذا ما لقيناهوش في الحديقة نروح ندور عليه فين ما تشتي وأنا مع كلام مراد وصلنا بوابة الحديقة اسمعوا أنا بروح أدور من دي الجهة وانتوا روحوا من الجهة الثانية دوروا على أحمد أو صاحبه ياسين وامسكوا هذه صورته اللي حاطط لها في حسابه في الفيسبوك ونرجع نجتمع هنا طيب يلا هي. أنا تعبت تعال نجلس قليل نرتاح شكله ما هيش فايدة لفينا الحديقة كله وما فيش فايدة الظاهر انه مشينا ايوة والله حتى اني تعبت وخلاص اعصابي ارهقت بعد انيش قادرة اتحمل اكتر اكيد ابني في بحاجة الله يرد لنا بالسلام والله بترك كل حاجة واجلس معه واهتم فيه لو يحصل له مكروه والله العظيم بتنتهي حياتي تتذكر دي الحديقة كنا نجيها كل اسبوع كلنا قبل ما ننفصل أكيد أتذكره هنا انفجرتي وقررتي تزعلي مني لما أحمد سقط وعور راسه وقررتي أن أنا مستهتر وما نفعش لا أب ولا زوج كانت خلافتنا قد زادت وانت مصمم تتعامل مع وضعنا ببرود بس في ذي المكان كان لنا كتير ذكريات حلوة ألو هما
أيوة أنا بخير، طمني. حتى كمان خراك تتمشى وشم هواء. قلت لك يما إن لقاح كورونا أعراضه الجانبية خفيفة، مش مثل ما أنت متخيلة. حاضر حاضر، خلاص لما أروح بطمنك عليها. لو سمحتي يا أختي، أنا مش قاصد أطفل وسمع مكالمتك، بس أنت صوتك كان عالي وسمعتك بتقول إنك أخذتي لقاح كورونا. صح، أنا فعلا أخذت اللقاح. طيب ممكن لو سمحتي تحكي لنا كيف كانت تجربتك معه؟ مثل أي لقاح بالعالم، مجرد إبرة تاخدها وبس. الأطباء يقدروا يشرحوا أكثر عن أنواعه وعدد الجرعة، لكن اللي أقدر أقوله لكم أني كشخص أخذ اللقاح إنه الأعراض الجانبية كانت خفيفة وعادية جدا، شوية تعب وشوية حمى وبس، وهذا الطبيعي أصلا مع أي لقاح بالعالم. إذا كان الأطفال، وهم الأطفال لما نلقح لهم ضد شلل الأطفال أو أي مرض تحصل لهم بعض الأعراض البسيطة والعادية جدا. طيب وليش أخذتيه؟ لأنه أنا أحب أمي وعائلتي، وأحسن طريقة لحماية أنفسنا واللي نحبهم إنه نحمي أنفسنا ونحميهم من المرض. كيف يعني؟ الحب عمره ما كان كلام، وطول عمره أفعال، وأنا أحب أمي، والطريقة الوحيدة اللي ممكن أحميها بها وما نقلش لها هذا المرض إنه أحصن نفسي، وخصوصاً إنه شغلي كله اختلاط بالناس وسفر، وعشان أحميها لازم أحمي نفسي. بس لو علشان أمك كان يكفي إنه هي تأخذ اللقاح وهكذا، أنت ما بتعديهاش. بس أنا لو ما أخذتوش ممكن أمرض، ومرض فرد واحد في الأسرة بيأثر على الأسرة كلها. والدتي أخذت اللقاح لأنها كبيرة بالسن، وأني أخذته عشان أني بسافر كثير وأحتاج أحمي نفسي. شكرا لك، صدقينا كلامك مهم جدا عندي. ولا يهمك، أنا استأذنكم الآن، أصلا شكلها بتمطر، لكن لو تشتوا نصيحتي الأخيرة فهي خذوا اللقاح. عموما تشرفت بكم. وإحنا تشرفنا في بك كمان. عشان هكذا كنت مصرة علي أن أنا أخذ اللقاح أنا كمان. وأخيرا فهمت بعد كل اللي حصل بيننا. صح إن إحنا اختلفنا وافترقنا وانفصلنا، بس أني ما نقصش حبي لك. أنت اللي بدت حياتي معه، أجمل أيامي وأجمل ذكرياتي كانت معاك. أنت جبت لي أحلى هدايا في عمري، مراد وأحمد، وقفت جنبي لحد ما طلعت دكتورة. أني عارفة أني يمكن كنت أنتقدك كثير، بس لأني كنت أشتي أشوفك أحسن حد في العالم. كنت أشتيك تتغلب على عيوبك عشانك مش عشاني. كان في نيتي حبي لك، لكن خانتني الطريقة. عشان كده أنا قررت أغير أسلوبي في النصح. بكلمتين قدرت الأخت تقنعك باللقاح، لأن أسلوبه كان لطيف وودود وبعيد عن العناد والعصبية. ولو كنت من البداية قلت لك أني أشتيكم تأخذوا اللقاح عشان أني أحبكم، أكيد كنت قبلت. يلا يلا قوم نرجع السيارة عشان لا نمرض. يلا. أنا ما بتحركش من هنا إلا لما تجاوبين على سؤالي. قد جاوبتك. لا لا لا، ما هي سؤال مهم ولازم اسمع إجابته الآن. طيب لو في حاجة تعلمتها من دي التجربة فهنه أنت عندي أغلى وأهم من كل شيء في الدنيا. أنا طول السنين هذه كنت أكابر، كنت فاقد الروح في كل حاجة، وعمري كان بدون معنى. ترجعي لي يا لطيفة. انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الباري، أنور الشرفي، عمر الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني
هاشم حمود هاشم، الإشراف العام خالد سلام، إخراج نزار حمزة.